الحجم الوسط صار 2000 دينار، والحجم الكبير صار 3000 دينار. كل التفاصيل متوفرة بالبناية الجديدة والطابق الأرضي. كل شيء جديد ومميز متوفر داخل مجمع سندر هاي أوروبا. نالكم استاند حديد متعدد الاستخدام يكون بهذا التزين اللطيف. المقدمات ما تكون خشبية، 3 طوابق أراويكم شكله بعد أكثر. تقدرون تستخدمونه بهذه الطريقة، وهذه العلب الشكردان أيضا سوينا لكم بها على سعر القطع 1000 دينار فقط. الاستاند سعره 12000. والعلب الشكردان سعر 1000 دينار. كل هالتفاصيل متوفرة ممر الخامس. رجعنا وفرنا لكم من غلاس الزجاج اللي يكون حجمه كبير سعر القطع 2000 دينار. كل هالتفاصيل متوفرة ممر السعر. عرض خاص من داخل مجمع سنتر حي أورو. وفرنا لكم زيت غلاس الزجاج مع دلك زجاج تكون حجم كبير تجيب هذه التفاصيل حلوة، موديلها كلش حلو راقي، وبالإضافة سعرها جدا مناسب، سعر السيارة 6000 دينار. هذا العرض متوفر ممر السعر. الساعات التجارية تناسب غرف الأطفال، وفرناها لكم بعد 2 أشكال بالألوان المختلفة، سعر القطعة 8000 دينار. هذا العرض متوفر داخل مجمع سنتر حي أورو ممر الدائري. حبايب رجعنا ووفرنا لكم الساعات التجارية لكثرة الطلب عليها بسعر 5000 دينار. زبائننا الحلوين مثل ما عودناكم كل ما هو جديد ومميز. وفرنا لكم حاملة جدارية تكون معدن مذهب إطلاقها ثابت، حجمها كبير سعر القطعة 8000 دينار. هذا العرض متوفر الممر التاسع. زبائني الكرام رجعنا كررنا لكم التيب اللي يكون على الشحن، وبالإضافة كل من صار القطعة 5000 دينار. وفرنا لكم بعدة أشكال. حبايب اكو اكثر من هيك جمال من داخل مجمع سنتر هاي اورو. وفرنا لكم قابلة زجاج يكون حجم كبير، شوفوا لتفاصيلها واكيد كرسي بنت تحتاجها، سعر القطعة 10000 دينار. كل هالجمال وفرنا لكم ممر السعر. عروض مجمع سنتر حي أورو أكيد بعدها مستمرة. سوينا لكم عرض كلش حلو راح يناسب جميع الزبائن. العرض الأول اللي هو يكون قوري بايركس حراري سعر 5000 دينار. كل هالجمال وفرنا لكم أمام العرض السابع. جاء
جمال النزاكة وذوق من داخل مجمع سنتر حيقول شوفوا لي تفاصيل من داخل مجمع سنتر حيقول وفرنا لكم قريفة فون حجم كبير وسعر القطعة 38 دينار. هذا العرض متوفر مدخل مجمع. وبالإضافة حبايب رجعنا وفرنا لكم القوري الستيل الحجم الكبير سعر القطعة 16000 بس. جديدنا من داخل مجمع سنتر حيقولوا وفرنا لكم سلة فرفوري مشكل داخل هذه السلة 20 قطعة بسعر 7000 دينار. هذا العرض متوفر مدخل مجمع. كل ما هو جديد ومميز متوفر داخل مجمع سنتر حيقولوا وفرنا لكم فيس ثماني ثلاثي خشبي. جيب هذه التفاصيل حجم كبير حجم وسط حجم صغير كل هالجمال سعر 18000 بس متوفر أمام الرف الخامس. توفرت حملة أدوات الطعام خشبية حجمها يكون وسط سعر القطع 2000 دينار. هذا العرض متوفر أمام الرف الخامس. حبايب شوفوا لي تفاصيل علبة البقوليات الخشبية اللي تكون بهذا الديزاين حجمها يكون وسط سعر القطع 5000 دينار. هذا العرض متوفر أمام الرف الخامس. تفاصيل الايتم الاخر من علبة البقوليات اللي تكون بهذا التزاين موديل عراقي سعرها مناسب سعر القطعة 5000 دينار. هذا العرض متوفر امام الرف الخامس. من ارقى العروض اللي توفرت داخل مجمع سنتر حيقول علبة توابل زجاج تكون بهذا التزاين داخلها مكيالة عليها عرض بسعر 1000 دينار. ارجع واقول لكم يا بلاش. جمال ونزاكة وذوق من داخل مجمع سنتر حيقول وفرنا لكم زيت صواني حجم كبير حجم صغير سعر السيت 20000 بس. أراويكم تفاصيل الأيتم الآخر من سيت الصواني أيضا عليه عرض بسعر 20000. كل هالجمال وفرنا لكم المرة الخامس. توفرت محصرة برتقال أكريليك يكون حجمها كبير وأكيد كل ست بيت تحتاجها توفرت بسعر 1000 دينار. توفرت مهدارة حديد حجمها يكون كبير. حبايب هذه المهدارة تكون جدا أصلية إطلاقها ثابت سعر القطعة 4000 دينار. هذا العرض المتوفر أمام الرف الخامس. رجعنا وفرنا لكم المنخل الستيل يدوي شوفوا لي شكله من الداخل يكون بهذا الشكل سعر القطعة 1000 دينار. هذا العرض المتوفر أمام الرف الخامس.